في أول تجربة لها في المغرب بدأت منظمة ألمانية تدعى بيكسل هيلبر منذ عام ببناء أكبر نصب تذكاري للهولوكوست في العالم. كما تأمل المنظمة أن يعزز هذا النصب الصداقة بين الدول الإسلامية واليهود. لكن بعد نحو عام من بدء أعمال البناء، قامت السلطات المحلية في مراكش بهدم النصب التذكاري، وهذا النصب للهولوكوست، وذلك لعدم حصوله على التراخيص اللازمة التي يتطلبها القيام ببناء أي منشآت. حيي السلطات على هدم مبنى العار فيما سمي بنصب تذكاري للهولوكوست بأيتفاس كناحية مراكش، ولو أن ذلك لا يعفي مستويات معينة من المسؤولية حول سؤال أين كانوا طيلة هذه المدة حتى صار المبنى قائما، لا سيما وأن صاحبه كشف عن هويته وخلفيته الماسونية ومشروعه التخريبي بالطرح الإيديولوجي الصهيوني لمأساة اليهود في الحرب العالمية الثانية، وبخلفية كذلك انتمائه للمثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي. كل هذه الأمور كان يقتضي أن تتيقظ السلطات ويقوموا بما يجب أن يقوموا به قبل بناء هذا النصب. وهذا يذكرنا ويحيلنا إلى خلاصة أن هذا التراخي هو الذي أوصل إلى هذا المستوى. فمن قبل فتحت معسكرات تدريب على السلاح تحت إشراف مباشر من جنرالات وحاخامات منتمين لجيش الحرب الصهيوني، ولكن عدم القيام بما يجب القيام به شجع هؤلاء إلى المضي للسرعة الأعلى، حتى أنهم طمعوا إلى أن يؤسسوا قلبا لإسرائيل جديدة بالمغرب وبالمغرب العربي. الآن اتخذ القرار المسؤول، ولكن يجب أن يفتح التحقيق